رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تتبنى خطة وطنية لمساعدة وتحفيز الصناعات الدوائية في مصر. وزير الدفاع يفتتح المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري لقوات حرس الحدود. تحيا مصر يعلن الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزلا في 43 قرية بنهاية أكتوبر المقبل. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي ملف صناعة وتصدير الدواء اهتماما كبيرا، وتعمل من أجل تبني وتنفيذ خطة وطنية لمساندة وتحفيز الصناعات الدوائية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف صناعة وتصدير الدواء المصري. افتتح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري الجديد لقوات حرس الحدود. المزيد في سياق التقرير التالي. في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالتطوير والتحديث المستمر للأجهزة والمعدات لمختلف القيادات والإدارات والأسلحة، افتتح الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة النهائية من مشروع تطوير النظام الإشاري لقوات حرس الحدود، والذي يحقق التأمين الإشاري لكافة عناصر حرس الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية. وأعلن عن بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم الرئيسي في أنظمة وشبكات المواصلات الإشارية لإدارة الإشارة بواسطة الفيديو كونفرنس. وألقى مدير إدارة الإشارة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تقدمه من دعم لتطوير وتحديث وحدات الإشارة وحرصها على امتلاك أحدث المنظومات العالمية بما يسهم في دعم قدرتها وإمكانياتها القتالية. ونقل القائد العام تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات المسلحة، وتقديره لما يبذلوه من جهود وتضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، مؤكدا حرص القوات المسلحة على التطوير الدائم والمستمر لكافة الأسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة التي توفر كافة سبل التفوق التقني والعملياتي. كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة معرضا للمعدات الإشارية اشتمل على عرض لإمكانيات مراكز القيادة والسيطرة المطورة وأسلوب عملها وتأمينها. كما قام الفريق أول محمد زكي بتكريم عدد من المتميزين وأسر الشهداء والمصابين تقديرا لما قدموه من جهود وتضحيات جليلة في سبيل رفعة الوطن. حضر لافتتاح الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. أعلن صندوق تحيا مصر اليوم أنه من المزمع الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل المتدهورة في 100 قرية من القرى الأكثر فقرا بنهاية أكتوبر المقبل، والتي تشمل توفير مسكن كريم للفئات الأكثر احتياجا في 43 قرية بالريف المصري. من جانبه قال المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير المنازل المتدهورة تشمل 1250 منزلا في عدة قرى، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها، بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين والأرامل والسيدات المعيلات. تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة وبحوزته 1000 تربة لمخدر الحشيش. المزيد في سياق التقرير التالي. مخازن وتجاويف سرية أعدت بسيارة نقل لإخفاء كميات كبيرة من مخدر الحشيش بهدف تهريبه من الساحل الشمالي الغربي للبلاد لترويجه بمحافظة الجيزة. هذه المحاولة أحبطتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن مطروح، وضبطت 1000 تربة لمخدر الحشيش تزن 100 كيلوغرام داخل المخازن السرية، كما نجحت في ضبط العنصر الإجرامي القائم على عملية التهريب تلك والترويج في كمين أعد لاستهدافه والمخدرات بنطاق قسم شرطة الضبعة، لتتواصل الضربات الأمنية الناجحة ضد تجار وحائز المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بستة ملايين جنيه.